سؤال دولوه بعض الخيال بما يتعلق بالاتحاد والانتخابات. ما عارفش شو المصدر. أنا اللي نعرف كونه الاتحاد في فترة من فترات طرح مشكلة المشاركة في الانتخابات البلدية وليس في الانتخابات التشريعية والرئاسية. لحظة بالله خلي كامل. أنا على علم به هو قال حضرتك منها أكيد أنه حمل مسيرة. على كل حال هو كذبها البارح فتمنى هاي في الجرائد بتاع اليوم فتمنى يأكد أنه فتمنى الاتحاد ليس معني بالانتخابات الرئاسية وأنا فبالتالي أعتقد مش أنا مش نكون ملكي أكثر من ملك. هذا فتمنى معطيات موجودة بالتالي من توقفوش ياسر عند الشيء هذا لأنه حتى الهيئات الإدارية اللي صدرت في الفترة الأخيرة ثم حتى في ثمان نقطة تشير إلى هذه المسألة على الأقل في ثمان إذا اعتمدنا الوثائق الرسمية متاع الهياكل الاتحاد. بالتالي ما عنديش باش نفيدكم أكثر من شيء هذا. أنا ما هنا وقت اللي جيت مش باش تحدث على تاريخ الاتحاد لأنه تاريخ الاتحاد أنا مش مؤرخ بتمنى بالتالي ما نجمش ندخل في جدل بتمنى حول تاريخ الاتحاد وحول مشروعية حشاد وتتمنى ما عندكم تم برشا كتابات متذكري مكتب فتمنى ما شاء الله بتمنى برشا تنجموا ترجعوا له واكيد انه التاريخ عنده يؤخذ من قراءاته مش قراءة واحدة هي العديد من القراءات وانا نقبل بتمنى مثل هالتباينات لان من طبيعة الاشياء وكل واحد بتمنى عنده زاوية يقرأ منها التاريخ بتاعته. الفصل حتى وكذلك حتى التساؤلات ما بين الفصل ما بين اليسار السياسي واليسار البدني توت نجي نحكوا على الاتحاد ومرجعيته فتمنى مرجعيته القيمية بتمنى هو فتمنى هي تعود إلى بداية القرن هذا فتمنى حقينه لكرهنا بتمنى محمد علي الحامي القيم اللي دافع عليها هي فتمنى العدالة هي الحرية هي التعاون هي التضامن فتمنى هذوم كلهم فتمنى قيم فتمنى تلتقي مع فتمنى اليسار على الأقل كما بارح فتمنى سمعت الأستاذ صلاح مصباح بنا واب بنا حدد مفهوم اليسار بتمنى مفهوم الواسع ومفهوم بتمنى ضيق تنظيمي بتمنى ولا وعضوي ولا بتمنى ولا اليسار بمفهوم الاتحاد عم تنسل الشغل بتمنى صحيح بتمنى مرجعيته بتمنى اعتقد انه جاء في فترة وين ثم مد هام للمد الاشتراكي الشيوعي لكن فتنا فترة عربية المد هذا فتنا طبيعي من أثر على الفكر الإنساني وجاب إضافات تأثرت بها سواء البلدان الغرب أو فتنا حتى البلدان اللي تعيش هي بيدها من مضطهدة في حرياتها في 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 كرامتها في وبالتالي ما نجم يكون من كان من ضمن هالمنظومة القيمية من العالمية ولكن كونه كونوف من هو نحطوه من في خانة اليسار ما يعنيش كونه من الاتحاد كمنظمة عمالية من هو ومنظمة اجتماعية ومفتوح على العديد من التيارات فتمنى الاتحاد العام للشغل نلقوا فيه فتمنى الدستوري القديم نلقوا فيه فتمنى اليساري نلقوا فيه فتمنى القومي نلقوا فيه كل فتمنى نلقوا فيه الإسلامي بالتالي لكن التوجه من القيمة متاعه وخاصة في الفترة الأخيرة هو بالأساس فتمنى توجه يساري هو فتمنى يلتقي في القيم متاعه مع من الطرح اللي طرح اليسار مش بالمفهوم التنظيمي
بل بالمفهوم القيم. بنا سي امبورطون لخاطر ثم ديما داخل المجتمع هو تاثر بالمجتمع نتاعه، واذا كان نحكموا على الاتحاد مهما يكون نحكموا عليه في مدى تاثيره او عدم تاثيره في الواقع. هذا المقياس الصحيح باش نقولوا كونه في البناء هو البناء مكون ايجابي في المجتمع ولا مكون سلبي. طبيعي انه كل كائن حي الاتحاد البناء عنده سيروره، البناء بالتالي البناء ككل كائن حي عنده فترات قوه وفترات ضعف. البناء هذا من طبيعه الاشياء لازم نفهموا هكاك الاتحاد. في وقت عاشور في البناء صحيح في البناء كونه في البناء وظفوا في البناء لانه كان في الديوان السياسي في البناء وينتمي الى منظومه في البناء، لكن في البناء هو بيده اكتوى بالسياسه نتاعه، هو كان ضحيه بعد ثنيه من اللي عمل في مع الحركه الطلابيه، هو بعد كان هو ضحيه في البناء مثله مثل الحركه الطلابيه. وفي البناء اثرت على مواقفه لي هو بيده يقبل الانفتاح على في البناء الحركه الطلابيه، و دخول الحركة النقابية للحقل النقابي مثل منعرج أساسي في تاريخ تونس. الاتحاد يعيش هو بيدو فترة، عاش فترة شارك فيها في البناء وصريخ في البناء سوي قيم تلك الفترة في إنقاذ البلاد في البناء في وانحاز إلى قوى التقدم في البناء لمعارضة المشروع الديني. هذا لابد أن يسجل له في البناء لأنه وكذلك في البناء تدخل في البناء وكان قوة تأثير باش يعطي منحة في المرحلة التأسيسية في البناء المنحة حتى مكن من استكمال في البناء دستور البلاد اللي الحريات والحقوق كانت حاضرة بقوة فيه برغم من كل الغموض اللبس اللي مازال معنا يسم هذا الدستور. لكن الاتحاد في البناء بعد ما يجهز نوبل للسلام اعتراف العالم البناء بهذا الدور البناء وهو مكسب أساسي بالنسبة لتونس البناء لابد معنا يمكن استثماره ويمكن أن نبنو نتمنى عليه لانه انحاز الى قيم القيم الانسانيه، قيم الحريه، قيم العدل، قيم نتمنى ان الاختلاف ان اداره الاختلاف بطرق نتمنى سلميه وليس بالحروب الاهليه وليس نتمنى بالعنف، نتمنى هذه نتمنى اعتقد انها تحسب للاتحاد، لكن الاتحاد ما يعنيش كونه ككل الكيانات نتمنى هو عنده نقايص. عنده باش ينجم يحافظ على النفوذ اللي وصلوا باش يلعب الدور هذا. بتمنى اليوم ثم تحديات جديده، ثم تحديات كبيره جديده محاول يراجعها في قانونه الاساسي الاخير في المؤتمر الاخير، سواء بتمنى تجاه المراه سواء تجاه الشباب فيما يتعلق بالتداول على المسؤوليه اللي ما كانتش، كان بتمنى واحد يوطن عندنا بتمنى كتاب عامين بتمنى اللي مدى الحياه بتمنى ما ينجموا يبقوا، اليوم ولا تضبط بقانون، هناك مجالات ثم شرائح اخرى ما كانتش داخله في منظومه العمل النقابي بتمنى مثل بتمنى القطاع الفلاحي، اليوم بتمنى تم استدار بتمنى اللي بعد 73 بتمنى تم استصدار الاتفاقيه الاطاريه المشتركه في القطاع الفلاحي واللي باش يشمل بتمنى مئات الالاف هذا بتمنى هذه بتمنى مسائل بتمنى لابد ان نلتفت لها. ثم شرائح جديده بتمنى داخلها ثم قلت الغاء الاليات الهجينه هذه، هذا كل بتمنى مسائل هي ستساهم اعتقد في المحافظه على نفوذ الاتحاد وستكسب دماء جديده بتمنى قد بتمنى تجيب على التحديات المطروحه وهي كثيره.